أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، الكلام اليوم في تتمة الحديث السابق. الحديث السابق بصورة مختصرة كما هو متعارف، ذكرنا بأن أول ما بدأ به هذا الكتاب هو بيان معنى الفصاح. ماذا يقصد من الفصاح؟ الفصاحة كما قال المصنف عليه السلام، كما قال المصنف أو المصنفان، هو الظهور والبيان. بس طبعا هكذا كتعريف اصطلاحي لم يبين، وهذه لعلها الكلمة دائما واحد يخليها في باله. التعريفات، أول ما تذكر تعريفات الأشياء يركزون فيها على الأصل، الجذر، يعني من وين جاء هذه الكلمة، الكلمة من وين جاءت. الحديث على جذر الكلمة عادة يرجع إلى اللغة، ما يرجع إلى العلماء، لا يرجع إلى أصحاب الفن، وإنما يرجع إلى اللغة. فالكلمة في اللغة عندما تذكر يذكر معناها اللغوي، والمعنى اللغوي عند أهل اللغة مو المعنى الاصطلاحي، لكنه قريب منه، يعني مرتبط به، إذا مو قريب منه مرتبط به، بينه وبين المعنى الاصطلاحي شيء من الارتباط. هذا المعنى المعنى اللغوي هو معنى استعمالي، يعني لما تذهب إلى معاجم اللغة تبحث عن معنى كلمة من الكلمات، تجد أن مثلا أحد مثلا أصحاب المعاجم يذكر للكلمة عدة معاني. هذه المعاني ما لها علاقة بالواضع، لا، وإنما لها علاقة بالاستعمال. فمو كل واحد يجد أن ترى في معجم من هذا، يعني نكتة للفائدة، أنه مو كل كلمة توجد في المعاجم معناتها أن هذه موضوع لهذا المعنى. يقول مثلا الكلمة الفلانية يعني خلاص هذه مشترك بين عدة معاني وهي مشترك لفظي، لا، هذا قد يكون استعمال. لابد واحد وين يرجع؟ يرجع إلى كتاب أساس البلاغة مثلا للزمخشري، ويشوف أنه هاي الكلمة إذا هذا الاستعمال مجازي، يعني هاي هذا معناها الاصطلاحي، وهذا المعنى وهذا المعنى المجازي. المصنف هنا أو المصنفين، يعني هنا في هذا المصنفان في هذا البداية ما ذهبوا إلى المعنى الاصطلاحي، يعني ما جاءوا حتى يبينون معنى البلاغة يعني الفصاحة اصطلاحا، وإنما بينوها بطريقة نعبر عنها طريقة التركيز في الأذهان. أنا بدي أوضح لك معنى الفصاحة. وأول ما يبدأ الإنسان في بيان بعض الأشياء من البداية، يعني البداية من البداية، يكون يعني التسامح في عليكم السلام في ذكر المعاني أكثر. فلأنه أنا أول ما أبدأ معه فأتساهل، حتى لو كان هذا المحل محل من يعني مناسب لذكر معنى من المعاني، أنا أتسامح معه، أتسامح حتى لا تنصدم. لأن أول ما تسمع لك كلمة مثلا وتواجه لك مثلا تعريف اصطلاحي، قد واحد ينصدم. فلذلك ما ركز على المعنى الاصطلاحي، وإنما دخل بالمعنى اللغوي مباشرة. هدفه من هذا يسمونه هدف تعليمي. حتى واحد يقول لك، لأنه إذا واحد يريد يعلمه مثلا شلون يصلي، هم أول ما يقول له ترى أكو صلاة يسمونها صلاة الليل 13 ركعة، وأكو مثلا صلاة يسمونها صلاة فلان كذا، أكو صلاة، ويعدد له مثلا جرد من الصلوات، وبعدين يقول له أكو بعد 17 ركعة صليهن يوميا مثلا. وإنما يبين له الأمور اللي هي ما ممكن التنازل عنها، اللي هي يعني تنازل عنها، يعني خلاص ماكو دين. وبعدين يقول أكو أشياء ثانية تيمك، هذا بعد تبقى القضية يمك. إذا بدأ معه بالطريقة غير المعهودة اللي هي مثلا يعكس القضية، ممكن هذا ينصدم ويبطل أصلا، يقول لك هذا أنا شنو، هاي مو صلاة طلعت، يعني أنا أبطل، ما عندي شغل وعمل، فقط أنا أصلي. هذا أسلوب موجود، وطبعا هذا الأسلوب استعمل في هذا الكتاب، هسه لعله هو استعمل أيضا في كتاب منطق المظفر كثيرا. هسه ما أدري بعض الأخوة اللي درسوا فهم واضحة عندهم هاي المسألة أو لا. كثيرا في منطق المظفر مستعمل، يعني هاي الطريقة اللي هي طريقة يسمونها طريقة التلقين أو طريقة التعليم. إذا واحد يريد يوضح قضية من القضايا ما يذكر تعريفها،
وإنما يدخل في محطات بالطريق يتوقف في قضايا من القضايا. بعدين يقول لك ترى هذا الكلام اللي إذا أقوله هذا إذا توصله. هسا أول شيء إذا ببالكم، هسا أنا ببالي كثير، مثلا لما أراد يبين العلم شو قال لك؟ شوف شو قدامك وبعدين سد عيونك، شوف وجهنا هاي، وش يبين لك؟ يبين لك شنو العلم؟ ما انطاك المصطلح. بآخر الكلام ذكر لك، قال لك ترى حصول صورة الشيء. آخر الكلام لما نخلص، بالبداية قال انظر إلى شيء وكذا، وبعدين وبالكم هذه. فهذا يسمونه طريقة التلقين. هكذا بدأ هنا في هذه الطريقة، بدأ بالمعنى اللغوي، أن الفصاحة عند أهل اللغة شنو؟ ما معناها؟ قال الفصاحة معناها الظهور، البيان. واحد لما يقولون له فصيح معناها لما يتكلم مع الآخرين كلمات تصل، وشنو توصل معاها؟ معانيه، مو توصل بس الكلمات، لأنه الكلام يوصل، كثير من الناس يسمع الكلام بس المعاني بعد في متأخرة. الفصيح مو اللي يوصل صوته، الفصيح اللي يوصل الصوت مع المعاني. يقول فلان فصيح، أول ما أتكلم فهمنا شنو قال، يقول هذا فصيح. واضح؟ هذا أول شيء ذكر الكاتبان. ذكرنا أنه معهم بأنه إذا كانت القضية قضية الفصاحة صنعة نباهة ذكاء من الإنسان، الإنسان الفصيح مو إنسان عادي، إنسان شو نحن نقول نخبة في المجتمع، هذا مو كل واحد هو نخبة في المجتمع. إحنا الناس اللي العاديين حتى نصبح فصحاء مثل الفصحاء اللي موجودين، نصير مثل فلان الفلاني اللي هو مثلا صاحب المقامات، صاحب ابن المقفع، نصير إحنا حتى نصير وين مرجعنا؟ المصنف ذكر أنه ترى أكو طرق حاول العلماء أن يقننوها ويحاولون يسويها قوانين يرجع لها الإنسان العادي اللي مثلنا حتى يتعلم ويصير فصيح. ولكن هذه الطرق بعضها خلوها قضية غالبية لأنه ما استطاعوا أن يخلوها قضية كلية، وبعضها خلوها قضية كلية مرجع عام الكل يرجع إليه. القضايا الغالبية هي القضايا اللي لها ارتباط ببعض الجوانب ولكنها ما تنضبط 100%، مثل القياس الصرفي. قالوا أنه الإنسان إذا يريد يقول كلمة فصيحة المفروض ما يخالف في علم الصرف، مو يشتق الكلمة بكيفه. إذا أراد يشتق الكلمة يكون يرجع للقياس الصرفي، لكن بحثوا في بعض أو استقرأوا في بعض كلمات العرب وجدوا أنه بعض الأحيان الكلمة اللي هي غير موافقة للصرف ممكن تكون ما بها مشكلة، وممكن تكون الكلمة الموافقة للصرف بها مشكلة من جهة ثانية. فقالوا خلاص هذا مقصود، لكن هو مو مرجع، هذا مرجع في بعض الجوانب. لذلك جعلوا قضية أهم من القياس الصرفي وهو الذوق السليم. حتى واحد يعرف أنه هذه الكلمة فصيحة لازم يرجع للذوق السليم. الذوق السليم أيضا قالوا زين، الذوق السليم أيضا العرب أمة مو شخص، العرب مو شخص حتى أقول له مثلا أنت شنو ذوقك، أمة. هؤلاء يعني هذه الأمة فيها أفراد لعله آلاف الناس وربما ملايين الناس، هؤلاء جميعا يمثلون الذوق؟ قال لا يمثل هؤلاء الذوق، إنما يمثل الذوق حصة من هؤلاء الأشخاص اللي تميزوا في كلامهم لما يتكلمون، ما يختارون كل كلمة، يختارون الكلمة القريبة إلى ذهن الإنسان لما واحد يتكلم بيها مباشرة الإنسان وين يروح المعناها. بعض من عندنا مثلا بعض الكلمات ما سامح أبدا، الإنسان الفصيح ما يستعمل هاي الكلمة أبدا. لماذا لا يستعملها؟ لأنه أساسا هاي الكلمة بعيدة عن الذهن. أنا من أستعمل كلمة موجودة مثلا في كلمات مثلا حتى الأئمة المعصومين مثلا في هذا الزمن مثلا اللي هو أساسا هاي الكلمة ما تستعمل. بعد ما يقولوا لي أنت فصيح، لأنه تقول الكلمة حتى الإنسان ينتقل إلى معناها. فلذلك يذهبون ويبحثون عن يعني الكلمات اللي تكون أقرب إلى ذهن السامع، لما السامع يسمعها شو يصير؟ يصير عنده انتقال مباشر، بعد ما يحتار هاي الكلمة شنو معناها. إذا الكلمة حيرت الإنسان في معناها، معنى ذلك أن هذه الكلمة ما متوفر فيها حالة الأنس. تعرف يعني شنو حالة الأنس؟ كم واحد عنده مشكلة بالعامية،
عندكم مشاكل بالعاميه؟ بالعاميه عندكم مشاكل؟ ها الانس يعني الالفه، يعني احنا لما نقول انس سوي كلمه مو كلمه عاميه، الانس يعني الالفه. شلون واحد يانس؟ يعني بسيط، يعني يشوف نفسه مو غريب عنه. الكلمه هكذا هسه التعبير اللي يستعملونه اهل فقه اللغه، يقولون لغه الانسان مثل الكائن الحي، اللغه مثل الكائن الحي. لذلك لك الكلمات اللي الانسان ما يستعملها تموت، تموت هكذا. اللغه مثل الكائن الحي، اذا واحد ما استعمل الكلمه شويه شويه تموت. شوف هسه بعض الكلمات ما لها استعمال، كلمات وقايلها مثلا كبار الشخصيات، وكلمات في ذاك الزمان كانت مأنوسة، بعدين لا انتهى الأنس، قام ما حد يستعملها، صارت وحشية. الأنس يعني الألفة. واحد متعود يسمع كلمة أستاذ، متعود يسمع كلمة شيخ، متعود يسمع كلمة مثلا ابن أب. إذا واحد مثلا بدل ما يقول مثلا شنو رأيك بالاستقص الاستقصات مثلا، سيستعملوها هكذا، يقال أنه يحشر الفيلسوف لما يسألونه منو ربك، يقول لهم استقص الاستقصات، يعني علة العلل. زين هذا في هذا الزمن إذا يقول الكلمة، طبعا الكل يبقى محتار هاي من وين جابها، والكلمة صحيحة ومستعملة في الكلمات كلمات القدماء، لكن في هذا الزمن إحنا إذا نسمعها يرادنا يمكن حتى المعاجم إذا ندور عليه يمكن ما نلقى الكلمة، لأن بعضها قد تكون مثلا هي يعني مهجنة ما تلقاها حتى يجوز بالمعاجم. فإذا سمعنا كلمة حتى يكون صاحبها من علية القوم، يعني من الناس اللي من واحد يدور على الكلام الفصيح، يدور في كلامهم، يكون مو هذا اللي يدور الكلمة أي كلمة، لا مو فقط اللي هو يفهمها، لا، وإنما الكلمة اللي إذا نطق بها بالمحيط الناس اللي يسمعوها وين يروحون إلى معناها مباشرة. وإلا الكلمة اللي هي متروكة، هذا مثل شلون احنا نقول شلون الضمور، بعض الاحيان يقول لك الناس اللي شلون هذا سلعله انا ما ينطبق عليه، بعض الناس ما متعود مثلا يستعمل ايديه كثيرا، فتكون ايديه شنو رخوه، شوفها يعني ناعم، هذا يسمونه ضمور. هاي اللغه هكذا يحصل بها ضمور، فتموت الكلمات شوي شوي، بعض الكلمات تحيا بعض الكلمات تبقى هكذا. فالكائن يعني اللغات كالكائن الحي، اذا تركت الكلمات تضمر شوية شوية، وبعد ذلك تذوب وكأنها شنو؟ وكأنها تموت، هكذا قال. لذلك هسه بعض الكلمة الآن هسه لعله المعاجم اللغة الآن مثلا في مصر في غيرها جاي يضيفون للمعاجم بعض الكلمات الجديدة. ليش؟ يقول لك هاي الكلمات صارت متعارف استعمالها، بعد قالوا نضيفها، صار متعارف استعمالها ويحطوا لها معاني حتى يقول لك خلص هاي اللغة في حالة تطور. طبعا مو بس احنا، حتى اللغات الأخرى أيضا نفس الكلام. إذن المرجع ما هو؟ قالوا المرجع هو الذوق السليم. حتى واحد نسميه فصيح كون كلامه يوافق الذوق السليم. ما هو الذوق السليم؟ هو اختيارات نخبة العرب، اختيارات فصحاء العرب، الشعراء، الكتاب. من وين احنا نعرف انه هذا الفلان شاعر او هذا كاتب؟ من وين نعرف ان هذا من الفصحاء؟ نرجع، إما كاتب له قصيدة مثلا كشاعر، وإما كاتب له مثلا خطبة كناثر، ونجد أنه من خلال كتاباته يبدو عليه ماذا؟ يبدو عليه هذه التوصيف، ويستحق بسبب هذا الاختيار اختياره للكلمات أن يقال عليه هذا فلان الفصيح أو البليغ كما راح يجي في الكلام. بالنتيجة هذا هو معنى الفصاحة، واضح؟ الفصاحة معناها أن الإنسان إذا تكلم كان كلامه صوتا واصلا ومعنى واصلا. من وين يستطيع الإنسان، يعني ما هي الوسيلة اللي يستعين بها الإنسان حتى يوصل يعني حروفه ومعانيها؟ ما هو؟ قالوا الذوق السليم. الذوق وسيلته الذوق السليم، ماكو غير مقياسنا الذوق السليم، ما عندنا غير الذوق السليم، كل شيء ما عندنا غير ذلك. حتى الوسائل هسه بعضهم مثلا اراد يوضح انه ترى بعض الكلمات عندنا نريد نعرف انها فصيحه او لا، مو انسان فصيح او لا. من وين؟ قال والله يكون ما بها تنافر حروف ذكرنا لعله كما مذكور عندكم بالكتاب. تنافر الحروف يعني شنو؟ يعني حاله يصير بالكلمه شنو ثقل بالسمع وبالنطق. بعضهم يقول من القرب، بعضهم يقول من البعد حسب المخارج،
بعضهم قال لك لا، هي لا قرب ولا بعد، قد يكون من هذا قد يكون من هذا. وهم نرجع للذوق السري، بعض الكلمات أساسا ما مقبولة نطقا بغض النظر عن مخارج حروفها، خلاص هذه ما مقبولة، خلاص مريت هذه متناثرة. وبعضها لا بالعكس، هي يعني بها قرب بالمخارج، لكن مع ذلك هي أساسا ما تنطق بالطريقة السهلة. فوين نرجع؟ أيضا نرجع للنبهاء، نرجع للفصحاء الذين استعملوا الكلمات لأنهم أعرف بالاختيار السليم للكلمة المناسبة. هذا أول ما أشرنا إليه في الدرس الماضي، هذا هو الأصل، وهو أن الفصاحة هو الوضوح والبيان. وعندما نقول أنه فلان فصيح، يعني فلان يقول كلاما معانيه واضحة. واضح هسا؟ هذا كن هسا لابد أنا أكون فصيح حتى أعبر للنقطة البعد. إذا ما أكون فصيح بالكلام بعد، كن أتوقف أنتظر لما يوصل المعاني، توصل المعاني حتى شنو؟ حتى أنتقل للنقطة البعد. النقطة البعد ما هي؟ النقطة اللي بعدها أنه أحيانا الإنسان يبحث في كلمات في كلمات المتقدمين عن الطرق التي وضعوها من أجل بيان كيف يختار الكلمة وكيف يختار الكلام، وبالنتيجة يعني قوانين فصاحة الكلام، سواء كان متعلق بالكلمة أو سواء كان متعلق بالكلام كتركيب أو كان متعلق بمن؟ بالمتكلم. الأولى وهي الكلمة، ذكر أن هناك وسائل لمعرفتها، منها أن لا تكون متنافرة الحروف وهكذا. قالوا بأنه المفروض الإنسان يراعي أن هناك من يسمع الكلام والمفروض الكلمة تكون مأنوسة مألوفة، لما يسمعها ما تصك إذانه، يعني ما تكون ثقيلة على شلون الكلمات الغير المناسبة، واحد من يسمعها كأنه ماذا؟ كأنه يجرح. وفي قبالها يوجد كلام، الكلام أيضا لابد أن تكون له قوانين، مو فقط الكلمة، الكلمة لها قوانينها وأيضا الكلام له قوانينه. آخر ما ذكرناه قال في كلامه في الكتاب، قال والذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه. الاستكراه يعني القبح، يعني شلون واحد يقول كلمة مكروهة هكذا، يعني الإنسان من يسمعها شلون يعني يصير عنده ردة فعل، شلون يعني يقول هاي الكلمة المفروض ما تنقال، هاي الكلمة مو مناسبة، شلون الحين نقول كلمة الفحش ما تنقال؟ لأن الألفاظ أصوات. هذا بعد شلون احنا نعرف أنه هذه، منين نعرف أن هناك حالة حسن أو حالة استكراه؟ لأن هاي أصوات، الأصوات لما توصل كل وحدة من هذه الكلمات إلها أثر على السمع، هذا الأثر على السمع إما ألفة، يعني واحد يفرح بعض الكلمات من يسمعها يفرح يسمعها، بعض الكلمات لا والله أول ما يسمعها تشمئز نفس، يحزن من يسمع هذه الكلمات، كلمات ما مناسبة. فهذا مظهر يسمى استكراه، وهذا مظهر يسمى ألفة، ويسمى ماذا؟ يسمى بالحس. فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من أصوات البوم والغربان ينبو سمعه، ينبو يعني يحاول سمعه، يعني يتراجع هكذا، يعني كأنه ماذا؟ كأنه يبتعد. إذا كانت الكلمة غريبة، غريبة يعني ما مألوفة، يعني متروكة، كلمة قالوها بالقرن الأول، قالوها قبل القرن الأول، يجي واحد الآن يستعملها، والله لقيتها في معاجم اللغة، ولكن ما حد سامع به، غريبة، المفروض الكلمة شو تصير؟ مألوفة مستعملة، يعني الإنسان يسمعها كثيرا. هسه وين كان هسه بعض بعض الناس الآن في هذا الزمن أيضا يحاولون أنه والله الكلمة الفلانية يستعملون كلمات أساسا ما لها أصل، بس هي شلون خفيفة على اللسان، خفيفة على اللسان، أو صارت مألوفة عند الناس، ولا وإن كانت هي أساسا ما توافق لا قانون لغة ولا قانون فصاحة ولا قانون نباهة. مثلا بعضهم يقول والله كنا نجلس جلسة، ما يقول جلسة، يقول جلسة، والله ما هو رأيك في هذه موضوعة الأمر الفلان، موضوعة شو؟ ونقول باللغة العربية أكو موضوعة، والآن موضوعة الأمر الفلان، شنو موضوعة الأمر؟ وسبب العلماء صارت سهلة على لساناتهم، صار يفهموها،
فحاولوا لأنفسهم قانون كأنهم يلعبون باللغة، يضيفون باللغة، لأنه سابقا يعني كان أكو رقباء، الآن ما أكو رقابة. سابقا كانوا يوزعون على مقدمي البرامج اسمه أخطاء المذيعين، كتاب أخطاء المذيعين، هاي أمور دير بالك تقع فيها، كل واحد يخلق دورة. الآن لا، جماعة قام كل واحد شو اسمه يقول بكيف. على كل حال أسا أكثر هذه الكلمات هي جت من ناس أساسا لا يتحدثون اللغة العربية، قال كلمة شافوها سهلة على اللسان مشت، هو يفهمون معناها، بس أنت تفهم المعنى، المفروض الكلمة يعني الكلمة الأخرى اللي هي نفس الكلمة موجودة، ما داعي تغير الكلمة أصلا ما دام المعنى هو نفسه، ما عندك شيء جديد، أنت ما عندك جديد في تبديل هيئة الكلمة، فما دام المفروض التبديل يوافق اللغة، فمو من حقك تقول والله كلمة جلسة باللغة العربية، هي جلسة باللغة العربية، جلسة جلست، ما يقول جلستك، وين أكو جلست؟ ما تقول موضوعة، شنو موضوعة؟ موضوع، ومو كل كلمة، مو كل كل مذكر باللغة العربية له مؤنث من لفظة، مو هذا واضح، اللغة العربية مليانة. على كل حال، فهذا قد يكون ألفة ولكنه مخالف لقانون اللغة بصورة واضحة، فإحنا مو كل شيء نسمعه المفروض نأيده على أساس أنه مألوف. لذلك يقول إذا كانت غريبة متنافرة الحروف، متنافرة الحروف يعني شو؟ الحروف واحد يدفع الثاني، شلون إحنا سنقول والله قريبة ووحدة تصعب النطق الثاني، لأنه واحدة ينافر وهذا ما يتناسب وياه، المفروض يبتعد عنه، إذا صار قريب من عنده يسوي له مشكلة. هكذا قال، إذا كانت غريبة متنافرة الحروف، ألا ترى أن كلمة المزنة والديمة، مزنة وديمة كلمة يعني كلمتان للسحابة الممطرة، سواء ديمة ومزنة كلمتان، ما بيوش كلمة ديمة وكلمة مزنة كلتاهما سهلة، كلمتان سهلتان عذبة ما بيها فد مشكلة، يسكن الهسة هذه يقابلها بخلاف كلمة البعاق، بعاق واحد يقول كلمة عربية، نعم كلمة عربية، بخلاف كلمة البعاق التي في معناهما، تقول هذه الكلمة أو هذه أو هاي الكلمة، لأن هما هذه في معناها، بدل أن تقول كلمة ديماء مزنة تقول بعاق، هذه كلمة تؤدي نفس المعنى، فإنها قبيحة تصك الآذان، ثقيلة من يسمعها الإنسان مباشرتين، كأنه ماذا؟ كأنه واحد يضرب على سمعه، أما يقول لك كلمة مزنة سهل، أقول لك بعاق، هي نفس الكلمة، هي نفس الكلمة تؤدي نفس الكلمة، ها نفس المعنى. قال وأمثل هذا من وين؟ يقول هذا من وين نجيب؟ هذا بنرجع به للأشخاص الذين عاشوا بين الناس وعرفوا أن بعض الكلمات تستعمل لأن لها أثرا طيبا على الأسماع. شلون واحد يقول لك والله كلم فلان إنسان، شلون يقول من عذب، هكذا سمع رواية، أعتقد رواية هذا بالي أنها رواية، من عذب لسانه كثر إخوانه، ما يأذي واحد من يكون لسانه عذب إخوانه يصيرون كثير، أما هذا اللي لسانه شلون يعني متعود على الكلمات المو مناسبة الناس تنفر منه، يقول لك هسه ما تقرب، ما حتى أنا أسمع أحيانا أشوف والله فلان يقول لا تخلي يحكي، ليش بدخل وهذا كبيركم، يقول لك لا حكي لا تخلي، خلي بس قاعد كاف، مخاف يحكي ويحكي الحكاية مثلا ما مناسب، يجي واحد مثلا إنسان عادي يقول لك لا هذا خليه يتكلم، لأن هذا يعرفون أنه هذا قاموس كلماته في عذوبة، فالناس من تسمع من عنده تأنس بكلامه، يجي واحد ثاني قد يكون كبير ولكنه مجرد أن يحكي لحكايتين ثلاثة يرمي له بعض الكلمات اللي هي غير المناسبة، فالكلمات أحيانا تؤدي المعاني ولكن لها أثر على الأسماع، هذا الأثر على الأسماع من الذي يكتشفه؟ يكتشفه المتعامل معها والعارف أن أسماع الناس لا تتقبل
كل كلمة، وإنما تتقبل بعض الكلمات لأن أثرها على السمع طيب، وتكره بعض الكلمات، تشمئز من بعض الكلمات، تنبو عن بعض الكلمات لأن أثرها مو طيب. واحد تقول له بعاق، قبول لي كلمة مزنة، ليش تقول لي بعاق؟ قول لي ديمة، هذه كلمة وهذه كلمة، أنت مو ضاقت عليك. أو طبعا الكلمات غير مناسبة الأخرى. لذلك قال: وأمثال ذلك كثير في مبردات اللغة، تستطيع أن تدركه بذوقك. هسا بذوقك ليش؟ لأنه بالنتيجة القضية تتبع من؟ تتبع الذوق. فالإنسان العربي مهما، أو المتكلم اللغة العربية طبعا هسا حتى لا يكون فقط الإنسان العربي أو الذي يتكلم اللغة العربية، يعرف أن بعض الكلمات هي بالألفة وبالاستعمال يبقى لها هذا الوقع، يعني هذا الأثر يبقى ما يزول. نعم بعض الكلمات لعله الغرابة الوحشية ممكن تزول، لكن الوقع أو الأثر السيء على الأسماع ما يزول. مثلا بعض الكلمات ربما ما مستعملة، يجي واحد يستعملها ويكثر من استعمالها، يكثر بعدين شو تصير؟ تتحول من كلمة وحشية إلى شنو؟ إلى كلمة مألوفة. صير ما عندنا مشكلة. لكن إذا الكلمة أساسا أثرها سيء على الأسماع، بعد الإنسان ممكن يغير أثرها؟ لا ممكن. ليش؟ بعد الأسماع، يعني الأسماع حالة نوعية مو حالة خاصة بالكلمة، أنه والله ما تستعمل فيكون معناها بعيد. ولذلك شبهت الكلمة لما تترك شلون بالحيوان الذي يترك. شلون انت هسه اذا ذهبت الى المدينه ووجدت مثلا بعض الحيوانات اللي تعيش بالمدينه ما تخاف من عندها، الحيوانات عايشه بين الناس فما تؤذي. لكن انت اذا شفت لك مثلا حيوان بالصحراء، هذا تبقى مؤذي، لان هذا متوحش. لذلك اذا واحد يروح الى منطقه مثلا في مدينه يرى مثلا جلوخ مال كلب، عادي يمر من يم الكلب مثل ما يمر من يم الحجارة. ما عند الكلب مشكلة مع الإنسان لأنه هو يعني متعود على الإنسان. لكن إذا راح مثلا إلى منطقة ريفية أو منطقة بعيدة، ذاك الكلب كلب فعلا، يعني فعلا عنده حالة الكلبية، يعني فعلا يعني أنت تقدر تخلص روحك من عنده. ليش؟ لأنه هو متوحش أساسا، هناك يستعمل من أجل الحماية، فيبعد عن الإنسان حتى يتوحش. الكلمة أيضا كذلك. ليش سموا الكلمة متنافرة وحشية أو غريبة؟ لأنه من تبتعد عن أسماع الناس وشو تصير؟ تصير مثل الوحش، تصير حالة غربة. فمن يسمعها الإنسان يقول هذا منه، هاي الكلمة شو؟ من يسمعها كأنه سمع ماذا؟ سمع شيئا ما سمع عنه سابقا. فيقول لك هذه الكلمة ما مناسب استعمالها، خلي يكثر استعمالها حتى تفقد هاي الوحشية، صفة الوحشية. بعد ذلك ممكن تستعملها، قبل هذا لا تستعمل، إن هذا أساسا استعمالها غير مناسب. هذا الأول. ثانيا قال: ويشترط في فصاحة التركيب. انتقل إلى التركيب، لأنه بالنتيجة إحنا فقط نريد الكلمة، لا مو بس الكلمة، نريد الكلمة لما نصير مع أختها مع الكلمة الثانية، هذا هم نريد بها فد شيء. قالوا نعم، لأنه أنت بالنتيجة لما تجيب كلمة مع كلمة المفروض خب ما تجيب بجسمه، ما تجيب مثلا كلمة مع كلمة ما مناسبة لها بالمعنى أو بالواقع أو مثلا بالسامع، لأنه بعض الكلمات إذا بعدت وحدة عن وحدة ماكو مشكلة، بس تقرب وحدة عن وحدة سألك مشكلة حتى بالنطق هكذا. فيقول: ويشترط في فصاحة التركيب فوق جريان كلماته على القياس الصحيح وسهولتها أن يسلم من ضعف التأليف. يجي واحد يستعمل كلمة، إذا واحد رادي يألف الكلمة المفروض شلون يسوي الكلمة؟ وين يخلي الفعل؟ وين يخلي الفاعل؟ وين يخلي المفعول به؟ وين يخلي المبتدأ؟ إذا أكو ضمير وين يرجعه؟ رجعه لشيء يتقدم عليه يتأخر بهالشكل. شو يسمونه؟ يقولون هذا تأليف جيد. إذا راعى الإنسان تأليف الكلام بطريقة مناسبة ماذا يقال؟ يقول هذا حسن تأليف، تأليف حسن. أما ما هو المطلوب منا حتى يكون كلامنا فصيح؟ أن لا نقع في ضعف التأليف،
لأنه إذا وقعنا في ضعف التأليف كان الكلام ماذا؟ غير فصيح. لذلك يقول أن يسلم، أن يسلم يعني أن لا يقع، أن يسلم من ضعف التأليف. ما هو ضعف التأليف؟ نعم فوق، يعني مع فوق مع هذا وياه، يعني يسلم التركيب من ضعف التأليف بالإضافة إلى جريانه، بالإضافة معه فوق هذا، يعني هذا فوق، يعني فوق هذا الكلام زين، بالإضافة إلى جريانه. يعني بعد ما ممكن واحد يقول أنا أسوي قياس صرف بكيف، قلت لا، مع القياس فوقها بعد عندنا شنو ذاك القياس؟ وين يتحدث القياس الصحيح؟ وين يتحدث؟ لك تحدث عن الكلمة، فيقول لك أنت مو يعني تخالف القياس الصرفي وتريد تسوي لي كلام فصيح، ما ممكن. أنت تكون أولا جيب لي كلمة مقاسة على المقياس الصرف الصحيح، بعدين أقول لك الكلمة هذه إذا جمعتها مع أختها اجمعها بطريقة يعبر عنها حسن التأليف، مو تجيب لي ضمير بالكلام المفروض يرجع إلى متقدم وترجع إلى متأخر، لأن هذا ما راح يقبل كما راح يجينا بالمثال. يقول يسلم من ضعف التأليف. شنو صح ضعف التأليف؟ فسر قال وهو، هذا ضعف التأليف، معنى هذا خاف واحد يجي يكون بالامتحان شنو معنى ضعف التأليف؟ قال وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة. تعرفون المضطردة يعني شنو؟ متعارفة، متبعة، المعروفة، هذا واضحة. مضطردة من الاضطراد، من الاضطراد يعني الحصول مرة بعد مرة، يسمونها اضطراد، وطبعا الاضطراد إلى معنى آخر، بس هنا المقصود من المضطردة يعني المتعارف، يعني الأمر المتبع، الأمر الثابت، الأمر الذي لا يخالف. كرجوع الضمير على متأخر لفظان ورتبتان في قول سيدنا، هذا بعد سيده حسان بن ثابت، واضح؟ ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. هذا البيت الشعري المشكلة فيه كما يعني أشكل عليه أن الضمير في كلمة مجده لمن يرجع؟ يرجع إلى هذا الشخص المذكور اللي هو مطعم، وهذا الشخص المفروض إذا كان مرجعا للضمير، مرجع الضمير بحسب الطريقة المتعارفة يعني يذكر ثم يرجع عليه، يعني الضمير هو شنو؟ كأنه الإنسان لما يتكلم بكلام بعدين يحاول أن يشير لمن؟ لما تقدم، فيرجع له ضمير، يرجع له ضمير. هذا الشاعر اللي هو حسان ذكر مرجع الضمير متأخرا فأرجع إليه فيقول الضمير في كلمة مجده راجع إلى مطعم وهو متأخر في اللفظ، وكذلك متأخر يقول لك لعله اضطر إلى تأخير، يقول لك لا، أساسا هو رتبته أن يكون متأخرا وذكره متأخرا، ومع ذلك ذكر ضميرا أرجعه إليه. ماذا نقول لحسن؟ مو صح، حسب الكلام أو حسب القواعد المضطردة في اللغة أنت المفروض ماذا تصنع؟ ترجع إلى ما هو متقدم على أقل تقدير. هسه واحد يقول ما هو على أقل تقدير؟ المفروض أنت ترجع لما هو متقدم رتبة، إذا كان هناك سبب لتأخيره على أقل تقول والله أنا عطفته على مكانه على رتبتي، ما يخالف بهمجة للكلام. أما ترجع إلى واحد أولا بالرتبة هو متأخر لأنه مفعول به، وأساسا أنت ما ذكرت إلا في محله فأخرته مرتين، وبعد ذلك والله ترجع لضمير متقدم عليه، نقول له هذا الكلام مو صحيح، فهذا مخالف لقوانين اللغة المضطردة المتعارفة، أنه إذا أراد الإنسان أن يرجع ضمير إلى كلمة المفروض هذه الكلمة تتقدم على الضمير حتى يسمونه رجوع. شنو يعني معنى والله ضمير راجع؟ إذا الضمير راجع شلون يرجع؟ شلون يرجع الضمير؟ يرجع يعني يرجع إلى الوراء، أما يرجع إلى الأمام هو اسمه رجوع. رجوع يقولون رجوع الضمير، شنو يعني رجوع الضمير؟
يعني رجوعه يعني رجوعه الى المكان، اما انه رجوعه هذا مو رجوعه، هذا تقدم. فالمفروض على اقل تقدير ان يكون رجوع الضمير الى المحل المتقدم، حتى وان كانت الكلمه ما موجوده به، ما يخالف ما يخالف، ممكن هكذا ممكن. لكن اذا ارجعه الى شيء لا رتبته هي التقدم ولا ذكره متقدم وهو متأخر من الجهتين، نقول له خلاص أنت شاعر شاعر ولكن أخطأت في هذا، هكذا. لذلك يقول فالبيت غير فصيح، سبب لأنه مخالف لقوانين اللغة المضطردة. إحنا من نذكر كلمة ونرجع لها ضمير، الكلمة نذكرها ثم نرجع الضمير إلى حتى يصير رجوع حقيقي، هذا أولا. ثانيا ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات. هسا بعض الكلمات لو كل واحد يأخذها على جهة ما عندنا مشكلة، لكن الكلمات عندما تجتمع أحيانا في التركيب الواحد شو يصير؟ يصير بها تنافر الكلمات. تنافر الكلمات كما قيل الإنسان شلون احنا يتلعثم يتتعتع، شلون احنا نقول شخص شنو هذا، ماذا شي يعبرون عنه بالعامية؟ الشخص اللي يعني يحصل عنده هذا، ولو أنا يمكن اتذكرت أن أنا أعطيتكم آية قرآنية، الآية القرآنية اللي أعطيتكم إياها يعني مرتبطة بهذا، اللي هي أفصح مني لسانا، واضح؟ هي مرتبطة بهذا، وإن مرتبطة يعني بحسب الأذهان بالحقيقة هي ما مرتبطة. هذا الإنسان اللي ما يقدر يقول الكلام يتوقف ثم يقول الكلمة، ليش؟ يصير عنده انحصار هكذا، ضيق بالتنفس ما تطلع الكلمة. بعض الكلام ومن هذا البيت الشعري، الإنسان إذا أراد أن يردده أكثر من 3 مرات أو 3 مرات شو يصير عنده؟ يصير عنده ضيق بالنفس فيتوقف ما يقدر يحكي، كأنه ماذا؟ كأنه عنده شنو؟ عنده حالة تأتأة باللسان، تأتأة باللسان أو تعتعى، هكو بعضهم تلكؤ بالكلام، عدم قدرة على إخراج الحرف، هكذا. قال ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات. شنو تنافر الكلمات؟ الكلمات واحدة ما بيها مشكلة، لكن عندما تجتمع في تركيب واحد شو يصير؟ يقوم وحدة تدفع الثانية. تنافر يعني شنو؟ تنافر شلون تنافر؟ المغناطيس تقول لك الأقطاب المشابهة وحدة تدفع الثانية، الأقطاب ما مشابهة يعني السالب والموجب وحدة تدب الثانية، هكذا التنافر، هكذا واحد يدفع الثاني. هاي الكلمات اللي راح نبين لها يرحمكم الله، هاي الكلمات راح نبينها هي أصلا كلمات فصيحة، لكن صياغتها بهذه الطريقة شو تسوي؟ تسوي تنافر، واضح؟ تسوي تنافر. من هذا البيت الشعر اللي راح يذكره، قال فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع فقط، لا مو ثقلها على السمع، وصعوبة أدائها باللسان. مثل من يقول كقول الشاعر وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. هذا البيت الشعري يقول لك إذا واحد يقوله 3 مرات يحبس نفسه، يضيق بالتنفس. جربوا شوفوا إذا واحد يقوله 3 مرات متتالي وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، واضح؟ حسب بعد بالمرة الأولى أنا انحبست. فيقول قيل، هسا هذا قيل، وطبعا قيل له واقع مو بس قيل، قيل أن هاي كلمة قيل خاف واحد منكم يقول لك ترى كلمة قيل للتضعيف، لا كلمة قيل مو للتضعيف، كلمة قيل الأصل فيها للذكر، هاي ما للتضعيف، هاي شبهة، شبهة في قبال بديه. قيل أن هذا البيت لا يتهيأ لأحد، يعني لا يتمكن إنسان أن ينشده 3 مرات متواليات دون أن يتتعتع. شنو يعني تتعتع؟ يعني ينحبس ما يقدر، شلون أنا ما قدرت أكمل الكلمة؟ سبب شنو يعني؟ سبب ما هو؟ يقول لأن اجتماع كلماته، هاي الكلمات
وقرب مخارج حروفها. شو يسوي؟ شو يسوي هذا الاجتماع وقرب المخارج؟ قال يحدثان ثقلا ظاهرا. زين، هي هاي الكلمات بها مشاكل؟ يقول لا، كلمات بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف. يقول مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها كانت غير مستكرهة ولا ثقيلة. شنو يعني؟ حرب، قبر، قرب، شنو المشكلة؟ ندني الكلمات اللي مسويات المشاكل، قرب وحرب، ها؟ قبر، ما بهنش كلمات فصيحة. يقول هذه الكلمات لأن مخارج حروفها، مخارج الحروف متقاربة، ولأنها اجتمعت شنو صار؟ صارت ثقيلة على السمع وصعبة على اللسان. خلي يجرب أي واحد ويشوف أنه هذا البيت الشعري يمكن واحد ينطقه أو لا يمكن نطقه. هذا الشرط الثاني، ألا يكون في الكلام المؤلف شنو؟ تنافر كلمات. شنو تنافر الكلمات؟ يعني الكلمات وحدة والثانية بدك تجتمع، تقول لك صح أنا بي يعني زينة وحدي، لكن ما يجتمع مع هذا لا، النتيجة شنو؟ النتيجة صير مو زينة، ما ينطق بينا معا، لكن ينطق بي وحدي، ينطق بهذا وحده، ينطق بهذه وحده، لكن عندما نجتمع هذا يحصل هذه المشكلة. إن شاء الله بقية الشروط تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.